أهلا بحضراتكم مشاهدينا. تابعنا منذ قليل تقرير عن برنامج تحفيز الصادرات. هذا البرنامج اللي أطلقته الحكومة، وكان في الحقيقة اجتماع لمتابعة هذا البرنامج، والمفروض أن فيه مراجعة دورية لكل عام. البرنامج بيتضمن تخصيص 6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات واستناد 10% من مستحقات المصدرين، وكمان في طرح 6 مليون متر أراضي صناعية عبر البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بشكل تحليلي مع ضيفنا في استوديو هذا الصباح، أستاذ محمد عز الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم وسادة المشاهدين. نعرف حضرتك الأول، يعني إيه برنامج تحفيز الصادرات، وده فرق في إيه لما الحكومة المصرية أطلقته؟ حقيقة أن اهتمام الحكومة المصرية، القيادة السياسية أولا في المقام الأول، ثم السيد رئيس مجلس الوزراء، أعلم في فبراير الماضي أن قضية الصادرات والتصدير هي قضية حياة أو موت. عقد العديد من الاجتماعات مع المجالس التصديرية العديدة، والتقى بالمصدرين، وتعرف على أبرز العوائق اللي موجودة أمام التصدير، والحوافز الممكن تقدمها لزيادة الصادرات. بالأمس تم الإعلان عن برنامج تحفيز للصادرات، و من أهم هذه النقاط في البرنامج أنه كافة المتأخرات سيتم طرحها والبدء ب10% منها للمصدرين، تقديم حوافز للاستيراد مساعدتهم على تسويق الصادرات المصرية، وضع برامج لزيادة فعالية التصدير، وعقد لقاءات متجددة وبشكل دوري مع الصناعيين والمصدرين، وتحفيز التصدير حتى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برامج عديدة، وفتح أسواق جديدة ومساعدة المصدرين عن طريق البعثات والخارجية والمعارض الدولية، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها سواء كان في التمثيل التجاري أو السفراء الموجودين في السفارات المصرية بالخارج. تمام. طيب هل حضرتك شايف أنه الحكومة تأخرت قليلا في إطلاق هذا البرنامج، ولا هو مواكب لخطط الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة الصناعة وتحفيز المستثمرين والتصدير إلى الخارج؟ الحقيقة أن السيد رئيس الوزراء وبتوجيهات من القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح المشاكل بشفافية. الصادرات المصرية تعاني منذ عقود، وهناك مشاكل متراكمة تم محاصرتها وتم حصرها، والبدء في تقديم حلول فاعلة لهذه المشاكل. مساعدة المصدرين المصريين لها العديد من الآثار في تخفيض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو وفتح وتشغيل فتح مصانع ومنشآت صناعية جديدة مخصصة للتصدير واقتحام أسواق خارجية، وبالتالي فإن هناك تقليل معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل وتنشيط السوق بشكل عام، مما ينشط العديد من الصناعات المرتبطة بالتصدير، كافة الأمور اللوجستية، النقل والتخزين والتفريغ والمواني، الحركة متكاملة، والصادرات المصرية ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتجاوزت 29 مليار دولار في العام الماضي، والرقم مرشح للزيادة هذا العام، بالإضافة إلى وجود أسواق جديدة وزيادة الصادرات لآسيا، القارة الآسيوية والدول الآسيوية بشكل كبير، خاصة في النصف الأول من هذا العام. قضية الصادرات كانت متروكة لفترة طويلة، ولم يكن هناك حلول لبعض المشاكل التمويلية أو مشاكل التسويق، وهي العقبات الرئيسية التي تقف أمام المصدرين المصريين. الحكومة المصرية وبتوجيهات من القيادة السياسية ذللت هذه العقبات وأوصت بالتعاون الكبير مع كافة المصدرين وتشجيع المصدرين حتى الصغار منهم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على التصدير وتوفير التمويل لهم
وتقديم حوافز تصديرية لاقتحام أسواق جديدة. تمام. طيب لما نتكلم عن إطلاق هذا البرنامج، ده بيتطلب متابعة وتقييم كل عام علشان يعني يؤتي ثماره. عملية المتابعة والتقييم والمراجعة لهذا البرنامج حضرتك ازاي شايفها، والخطوات المترتبة عليها أيضا أو معرفة نتائجه، يعني ازاي بيتم تقييم الوضع واتخاذ خطوات بناء على هذا التقييم؟ خلينا أقول لحضرتك أن من أبرز العقبات في السابق كانت إطلاق المشروعات أو المبادرات ثم التوقف عن متابعتها وحل المشاكل أولا بأول، مما يتسبب في تكوين تراكمات تقف أعباء أمام التصدير والمصدرين المصريين. الحكومة المصرية انتهجت أسلوب جديد في المعالجة، أسلوب المتابعة الدورية، ليس فقط كل عام ولكن كل 3 شهور، يعني أن أي مشكلة تطرأ على المستوى القصير سيتم حلها ومواجهتها أو التوجيه بحلها وفتح السوق أمام المنتج أو رفع كفاءة المنتجات، لأن في بعض المنتجات تحتاج دوما إلى التطوير نظرا لارتفاع المواصفات القياسية في بعض الدول و خاصة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، هناك مواصفات عديدة، والمنتجات المصرية سواء الخام أو نصف المصنعة أو المشغلة المصنعة بالكامل لديها فرص كبيرة بشرط التوافق مع هذه المتطلبات الدولية في قبول الصادرات المصرية. الصادرات المصرية قضية حياة أو موت كما ذكر السيد رئيس الوزراء قبل عدة شهور، ولا ننسى أن لها أثار كبيرة في تشغيل الأيادي العاملة وأيضا الحصول على فرص لتوسيع المشروعات وزيادة الاستثمار بشكل كبير، ومما يعني خفض عجز الميزان التجاري والتوقف عن استيراد بعض المنتجات من الخارج ومقابلتها بزيادة التصنيع. التصنيع هو قضية رئيسية، وهناك خطوات عديدة من الحكومة المصرية والسيد الرئيس يوجه بضرورة أن يكون هناك حركة صناعة جديدة، ولذلك نرى العديد من التعاقدات الدولية والتعاقدات مع شركات من الغرب ومن الشرق لتصنيع المنتجات والاتجاه إلى الطاقة النظيفة وزيادة المكون المحلي في الصناعات، مما يساعد على زيادة الصادرات المصرية بشكل عام. طيب حضرتك شايف المحفزات اللي اتخذتها الحكومة سواء في دفع عجلة الصناعة أو زيادة التصدير إلى الخارج، هل كافية بالفعل لجذب المستثمرين أيضا؟ لأنه يمكن كان في فترة كان فيها ركود في هذا القطاع. تقييم حضرتك لهذا القطاع بعد المحفزات الجديدة للحكومة؟ طبعا إذا تم توفير الدعم المطلوب للمصدرين أعتقد أنه هذا كاف، ولكن عفوا إذا نظرنا إلى طرح الأراضي الصناعية كانت هناك مشاكل كبيرة في الماضي تتعلق بالشفافية فيما يخص طرح الأراضي الصناعية، تخصيصها، تغيير النشاط، المعاملات الضريبية. الأمر لم يعد كما كان في السابق، لن أقول عشوائي، ولكنه كان يتسم ببعض الإجراءات الإدارية التي توصف أقل ما توصف بأنها بيروقراطية، وأيضا تفتح مدخل ل قد يكون نوع من التلاعب أو التفضيل أو المجاملة. الآن الأمر كله يتم إلكترونيا، هناك موقع أو بنك للصناعة، بنك لخريطة استثمارية يوضع عليها كافة الأراضي، أيضا هيئة التصدير، هيئة تنمية الصادرات لديها موقع عليه كافة الأسواق المحلية سواء الخارجية والدول، وأهم الدول التي تطلب المنتجات المصرية، أي أن بمقدور أي مصدر الآن التعرف على المعلومة والحصول عليها بالمجان، وأيضا النصح والإرشاد عن طريق هيئة تنمية الصادرات، وزارة الصناعة، هيئة الاستثمار، الخريطة الاستثمارية، المشروعات الموجودة، العديد من الفرص لم تكن متاحة، والتطور التكنولوجي وسياسة التحول الرقمي والرقمنة التي يصر عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدماج الاقتصاد المصري والاستثمار المصري مع المجتمع
المجتمع الدولي وبالتالي زيادة الصادرات بشكل كبير في المرحلة المقبلة. تمام، ما يتعلق بطرح الأراضي الصناعية للاستثمار الصناعي، يعني تعليق حضرتك على هذه الخطوة من جانب الحكومة وأثرها في جذب مستثمرين لهذا القطاع. هي بالفعل خطوة عملاقة. الآن هناك شفافية كاملة في طرح الأراضي، هناك لن يكون هناك مجال للتلاعب. المستثمر الجاد سيحصل على حقه، وهناك أيضا تسهيلات عديدة سواء في أسلوب الدفع بالنسبة للأراضي. الأراضي الآن يتم تسليمها مرفقة بالكامل، هذا تغير كبير في سياسة سواء الحكومة المصرية أو وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية. الأمر الآن تحصل على كافة حقوقك، الدعم الكامل من الحكومة، سياسة ضريبية معتدلة تدعو لضخ المزيد من الاستثمارات، الفرص أيضا للتسويق والمشاركة في المعارض الدولية وأيضا التسويق الخارجي عن طريق وزارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري. الأمر اختلف تماما، يتبقى التمويل، والتمويل أيضا هو متاح للمستثمر الجاد أو ذو الخبرة أو المشارك في بعض المشروعات الاستراتيجية. هناك تفضيل لبعض المشروعات يتم منحها أيضا إضافات سواء في المعاملة الضريبية أو في المساحات المطروحة للتخصيص. تمام، أخيرا يعني متابعة حضرتك لتقييمات الجهات الاقتصادية الدولية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، إزاي ده ممكن يؤثر على برنامج تحفيز الصادرات من وجهة نظر؟ الحقيقة أن النجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي أشادت بها مؤسسات التمويل ومؤسسات التقويم والائتمان الدولية، التقويم الدولية ستاندرد أند بوردز، فيتش، بلومبرج، بالإضافة إلى البنك وصندوق النقد الدوليين، بتمنح الاقتصاد المصري مرتبة جديدة من التفضيل أمام المستثمر الأجنبي، وخاصة عقب معادلة سعر العملة. اليوم نرى الدولار ينخفض باستمرار دون أي تدخل من جانب السياسة النقدية. تمام. السياسة المالية تسير على أفضل ما يرام، والأرقام الاقتصادية التي تحققها مصر تحقق نجاحات عديدة يتوازى معها سياسة نقدية معتدلة حتى في تخفيض سعر الفائدة. هذا يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة، وأعتقد أن هناك أيضا تخفيض قادم اعتمادا على أن السياسة المالية العالمية النقدية تعتمد على تقترب سياسة سعر فائدة اقترب من الفائدة الصفرية. تمام. أعتقد أن إشادات الدولية بالاقتصاد المصري وخطة الإصلاح الاقتصادي والإرادة السياسية التي يصر عليها والشفافية التي يصر عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الاقتصاد المصري والاستثمار المصري في أفضل المراتب، أعتقد أنها ستحقق نجاحات في الفترة المقبلة. أشكرك أستاذ محمد عز الدين الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الحوار وانتهى معاه برنامجنا هذا الصباح لهذا اليوم. بشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.